قرار يثبت مجدداً أن الشارع العربي حي ولن يموت، شارع وشعوب تحتضن المقاومة وتحرج العملاء وتحاصر المذنبين في حق هذه الأمة. الشارع العربي يعود ليرسم خارطة التحالفات دون ما انسياق وراء ما تحدده المنظمات الخارجية. مسيرات شعبية خرجت على امتداد العالم، ترى من خلالها القدس، فيها الأطفال والنساء والشيوخ من كل الأديان والطوائف، ترى رفضاً وتنديداً بقرار متخلف عن عقائد الدين والشرائع، ترى أثر العدوان والاحتلال على تجاعيد مسن مر بما مرت بها القدس. اليوم أسقط الشارع العربي الأقنعة عن الكثيرين ممن تحالفوا بالموافقة على هذا القرار الغاشم. توازنات انقلبت، اختلطت الأوراق بشكل واضح، خيانات وتعاونات ومهاترات جعلت مصلحة الأمة العربية الإسلامية والمسيحية في فلسطين والوطن العربي تتقاطع مع كل أعداء الاحتلال وحلفائه، وتقول بصوت عالٍ: القدس عاصمة فلسطين الأبدية، فلسطين عربية، لن نقبل أن تكون غير ذلك. شعارات ويافطات رفعت دون خوف، وآراء أتت دون تراجع، وأخيراً إلى الرئيس الأمريكي ترامب: بأي حق تقدم لمن لا يملك ما لا يستحق؟